هذه الفعالية كانت من المركز العراقي للتنوع ومؤسسة سوريا للثقافة والإعلام. ارتأينا نوحد جميع هذه الفعاليات حتى نكون لمجتمع عراقي متفاعل متضامن متسامح لمستقبل جديد لبناء جديد، حتى يكون المواطن يشعر بحريته يشعر بحقوقه. المواطنة هي الحاضنة الأمينة لجميع المكونات، فعلى أساس المواطنة سوف نعزز هذا المشروع مستقبلا. يوم العالم للأديان هو فرصة للتلاقي للحوار للاعتراف بحق الإنسان بالإيمان واختيار المعتقد. ابتدأنا بالموسيقى، الموسيقى هي لغة الله، لغة الحياة، لغة الإيمان. كل الأديان تجد فيها الموسيقى ركن أساسي من أركان العبادة والطقوس، الصلاة، تلاوة الكتب المقدسة وغيرها، الآذان، النواقيس، كلها موسيقى. اختارينا أن نبدأ بالموسيقى لكي نقول بأن هنالك لغة تجمعنا، هنالك إيمان يجمعنا. في العراق تم انتهاك الأديان بصورة بشعة، خصوصا بعد 2003 تم توظيف الدين سياسيا ولأهداف ومكاسب سياسية وشخصية وحزبية، وهذا بالتأكيد أضر بالحياة الروحية للناس وأضر بالقيمة الروحية للدين والأخلاقية للدين. نطالب جميعنا مثل ما شفتوا كل المؤتمرين من كل الأديان العراقية يطالبون ويؤكدون على حقهم بإيمانهم وحقهم بالمواطنة. من دون مواطنة لا يمكن أن يحيى الضمير الإنساني. استطاعوا أن يجمعوا كل الأديان في قاعة واحدة للتعبير عن الأخاء والتعايش السلمي. وفيما يخص الديانة الزردشتية، كما تعلمون الديانة الزردشتية هي أبو الأديان مثل ما يقول، أم الأديان هي وفوق الأديان، لأنها كانت أول ديانة تدعو إلى التوحيد، فكان أول من نشأت في بلاد آريان بيتش اللي كانت العراق بضمنها لحد الشام وبلاد إيران ودول اللي مجاورة لها. وهذا الدين الزردشتي يدعو إلى الفكر الصالح والكلام الصالح والعمل الصالح والمحافظة على البيئة من خلال المحافظة على نقاوة العناصر الطبيعة الأربعة: الماء والتراب والماء والهواء. والديانة الزردشتية هي ديانة توحيدية، يعني عندنا إله واحد اسمه أهورا مازدا. بهذا اليوم يرسخ المواطن أنه المواطن في العراق يجب أن يكون يعني يحمل صفة التسامح، وأنه كل الأديان هي يعني أديان محترمة، وعلى كل مواطن في هذا البلد أن يمارس حقه الديني ويمارس طقوسه الدينية بكل حرية. بشكل عام يعني إحياء مثل هذه المناسبة فشيء مهم. هو اليوم العالمي للأديان. العراق يتميز بأنه تعيش بأديان كثيرة، وعلى مر التاريخ هذه الأديان عندها معاناتها، كثير من عندها تعرضت إلى إبادات، كثير من عندها تعرضت إلى تهجير، كثير من عندها وصلوا إلى درجة أنه الآن ما موجودين في العراق عموما. لذلك إحياء مثل هذه المناسبة في العراق وفي كردستان تعتبر حدث مهم. أنا أعتقد هو دائما مسافة 1000 ميل تبتدئ بالخطوة الأولى. مو من الصحيح أن نتفائل دائما كثير، ولا من الخطأ أن نكون متشائمين أيضا. اللي صار أنه الآن في إقليم كردستان أكو أجواء من الحرية، نقدر نستغل هذه الأجواء ونحيي مثل هذه المناسبات المهمة اللي هي اليوم العالمي للأديان، وبمشاركة أبناء كل الأديان سواء اللي معترف بها ضمن الدستور بالعراق أو اللي ما معترف بها. فهذه فت فرصة، فت شيء جميل، يعني هي نقدر نعتبر هذه فت فسحة من الحرية من الأمل، بحيث بالضبط هو هذا واقع الحال. لذلك عموما إحياء مثل هذه المناسبة وبمشاركة أبناء كل الأديان اللي موجودة واللي تعيش في العراق هو فشي جيد.